بناء على مكالمة هاتفية واردة لقاعدة الإرسال على الرقم الأخضر 1548 بأمن ولاية بسكرة، مفادها تعرض شخصين للاعتداء بأحد أحياء مدينة بسكرة. على الفور تنقلت قوات الشرطة بالأمن الحضاري الثاني بأمن ولاية بسكرة لعين المكان، أين تبين أن الأشخاص المعتدين ذادوا بالفرار على متن مركبة سياحية. وباستغلال مواصفات المركبة المذكورة تم تتبع وترصد تحركاتها بأقليم مدينة بسكرة، أين تم توقيفها وعلى متنها 4 أشخاص مسبوقين قضائيين. وبتوقيفهم وإخضاع المركبة للتفتيش عثر بداخلها على سلاح ناري تقليدي الصنع و8 خراطيش، أحدها مستعملة في مكان الاعتداء، سيفين من الحجم الكبير، 3 خناجر من نوع كلونداري وساطور. الموقوفون 4 البالغة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة أنجزت ضدهم ملفات جزائية بموضوع تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية محاولة القتل العمدي، على أن يتم تقديمهم لاحقا أمام الجهات القضائية.